من جديد تحط طائرة الوفد الفني الخليجي أرض مطار البصرة الدولي للإطلاع على مدى جاهزية المدينة لاستضافة بطولة خليجي بنسختها 25 بعد انسحاب دولة قطر من تنظيمها. قبل قليل وصل الوفد الخليجي، طبعا هو يتكون من 6 شخصيات برئاسة الدكتور حميد الشيباني من دولة اليمن الشقيقة، وعضوية الأساتذة من مملكة البحرين الأستاذ ميرزا أحمد علي والأستاذ خالد الحاج، ومن دولة الكويت الأستاذ طارق وأستاذ محمد أيضا من دولة اليمن، ومن العراق الأستاذ الزميل جليل العبودي عضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد الخليجي لكرة القدم. الملاعب وملاعب التدريب والفنادق وسكن الوفود وكبار الضيوف هي أبرز النقاط التي أكد عليها الوفد الخليجي في زيارته لرفع التقرير النهائي إلى الاتحاد الخليجي الذي سيقرر أحقية البصرة لاحتضان البطولة. نحن يهمنا الملاعب وملاعب التدريب والفنادق وسكن الوفود كبار الضيوف، هذا هو اللي يهم. الجماهير لازم تطمن لأنه الكل وافق على العراق، وهنا طبعا جينا بدري بسرعة علشان لو في أي ملاحظات فنية نعطيها من الآن، وأنا متأكد أنه في إرادة سياسية في العراق لاستضافة البطولة، هذا هو المهم. يوم في استنطاق أولي للوفد الخليجي اللي مكون من 6 أشخاص أجمعوا بصورة يعني تكاد تكون أكيدة أنه البصرة المرشح رقم 1 من بين بلدان الخليج بعد انسحاب الملف القطري من البطولة رسميا. ما شاهدنا وما لمسنا بهذا الوفد الممثل عن رؤساء اتحادات خليجية، هناك انطباع إيجابي عن مدينة البصرة، هناك رغبة بأن تكون خليجي 25 في مدينة البصرة. تصريحات الوفد الخليجي بعثت الأمل في النفوس على إسناد البطولة إلى البصرة التي لم تفلح بتنظيمها لأربع بطولات سابقة رغم المنشآت الرياضية الكبيرة التي أعدت لاستضافتها. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.